احنا لسه طبعا مع يعني الكلام والحديث عن شهر رمضان الفضيل، كلنا بنسعى ان احنا دايما نعمل خير في الشهر ده. يمكن كابتن ياسر اكيد اكيد ليه طقوس معينه في القصه دي. بص هقول لحضرتك على حاجه. يعني انا بالنسبه لي اولا صله الرحم دي بالنسبه لي دي اساسيه، اخواتي انا اروح لهم هم يجوا لي، عدايلي، قرايب المدام، اخواتها. يعني احنا كده احنا اجواء رمضان بالنسبه لي 30 يوم كده على طول، زيارات متبادله بيننا وبين قرايبنا هنا وهنا، فدي اساس. غير كده طبعا اللي انت فيه حاجات كتير جدا بقى، الطقوس بتاعتك اللي صلاه الفجر بتتلاقى، وما شاء الله المساجد في الايام دي ما شاء الله، يعني بنتمنى اللي طول السنه تبقى موجوده كده. بس هو الناس بتيجي في شهر رمضان سبحان الله بتحب تبقى موجوده بشكل مكثف جدا، فدايما ما فيش مشكله الحمد لله. يعني ففي طقوس كتير جدا، ان كنت بتقدر تعمل عمل خير بتعمليه، بتقدر تساعد حد تقدر تساعديه، يعني في حاجات كتير جدا الباب مفتوح، واللي وربنا سبحانه وتعالى ابوابه مفتوحه طول السنه. مثلا بيجي شهر رمضان طبيعي جدا الدنيا او الايمانيات والحرص على صله الرحم، حاجات كتير جدا الواحد بيبقى حريص عليها جدا. يعني صلاه الفجر لازم ابقى اصلي، بعد كده انام، اجي على صلاه الظهر في المسجد، العصر، المغرب، قراءه القران قبل اذان المغرب، احاول مش بحاول كل يوم كده بقرا له جزء قبل صلاه المغرب، حاجات جميله. والناس بتحس اللي فيه هدوء عند الناس كلها سبحان الله. صحيح. يعني تلاقي كله تلاقي هدوء خالص وكله منتظر. وكمان المتعه كمان في شهر رمضان اللي كله بيجي عند الاذان المغرب كله منتظر يقول الله اكبر، حس اللي بيبقى بالنسبه لهم حياه تانية. فبتبقى هي ايام جميله يعني بصراحه الواحد ما بتعوضش بقى. طيب صح. بعيدا بقى عن شهر رمضان والفتره دي، وبعدين ان احنا سالناك، بنشوف هل عمل الخير في رايك الافضل ان هو طول الوقت يكون في السر، ولا انه احنا نشجع بعض على الخير فنعرف بعض احنا بس بنعمل هو ايه؟ سرا وعلانيه. انت لو انت بتعمل عمل هو بينك وبين ربنا، لو انت بتعمل عمل عشان الناس تقول اللي فلان ده عمل عين، وانت عايزه النية بقى. الناس، هي نيه. وفي نفس الوقت لو انت عايزه تعملي حاجه قدام اشخاص عشان يقدروا هم يعملوا نفس الخير ده وازيد، يبقى كويس. لكن انت لو انت عايزه تعملي حاجه بينك، هو في الحالتين ربنا بيديك الاجر. بس انا بحب الاجر عموما السر. لما بتعمل حاجه سر هو ربنا كده كده سبحانه وتعالى هو بيظهر لك يعني احنا مش هنبقى اكرم من ربنا سبحانه وتعالى يعني. فربنا لو انت بتعمل حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيعوضها لك اكتر. وهديك والله مثال سبحان الله، مش بقوله عشان كده يعني، يمكن ده من اسرار. يعني حصل لي موقف، كانت زوجتي قاعده جنبي وانا في العربيه، واقف طالع من مكان، فرجعت تاني طلعت اللي فيه اللي لله يعني حاجه كده. انا جالي مكالمه بعدها، جالي اضعاف اللي انا اديته بكتير. والله ما حتى المدام عندي كانت مستغربه. انت عملت عمل. انا بقول لك يعني هو الوقت علني. ايوه صحيح. صحيح. ما تجارة مع الله. بس انا بوديك ايه، والله ما عديت 10 خطوات لقيت جاي لي تليفون بخبر مثلا خير ليا جاي. هي كده انت بتعمليه، على اعملي عمل خير وارميه، انا بعتبره كده. يعني هي ثمره وبتتحط بذرتها وبتفضل تكبر تكبر لغايه ما بذرتها بتظهر للناس وبتبان، ولو ما بانتش عند الناس بتبان عند ربنا. فلو في الاخر انت بتعمليه حاجه لربنا سبحانه وتعالى، احنا مساعده اللي محتاج، وانت شايفه اللي هو محتاج، وكمان الاقربون. لو انت عندك اقارب محتاجين هم اولى باللي بيبقى بره. فالحمد لله بيبقى يعني اللي حضرتك بتتكلمي عليه دي يا نوران، بيبقى المفروض هو الطبيعي اللي هو يتعمل طول السنه، بس احنا بنجري في شهر رمضان برضه تلاقي التكثيف كله عند الناس، واحنا بنتمنى الحمد لله يا رب السنه كلها تبقى شهر رمضان.